حلقة بلا تشفير الأسبوع الماضي عرضنا حالة الطفل حسين أبو شاز. كلكم تتذكروا قصة حسين وبسام لما طلوا مع الزميل توني خليفة واللي كان عمره حسين 5 أشهر لما سفروه على روما ليتعالج لأنه كان بحاجة لعلاج. حسين اليوم صار عمره 3 سنين ولكن الحمد لله العلاج تبعه صار ممتاز. الزميل توني خليفة أكيد قام بدور العلاج وسفروه. نحن اليوم حبينا نرجع نتواصل مع حسين وبسام لنشوف شو صار بقضيتهم ونشوف شو فينا نقدر نخدمهم ونقدر نساعدهم بهذا الموضوع. بعد عرض الحلقة تواصلوا معنا القيمين على بركات ترافل وأبدوا استعدادهم لمساعدة عائلة أبو شاز. أنا اليوم موجود مثل ما ذكرت ببركات ترافل ومعي سارة يحيى. مساء الخير. كيفك؟ ماشي الحال؟ سارة عائلة بسام أبو شاز ما معهم خبر أنا شو جاي أعمل هون. رح يفوتوا لعندي بس عبالي قبل ما يفوتوا لهون لعنا ولعندكن على الأجانس نعرف شو جايين يعملوا. يعني اليوم شو قررتوا تعملوا لهيدي العائلة الإنسانية اللي نحنا مسكينها صراحة؟ نحنا كبركات ترافل بعد ما حضرنا الحلقة فنحنا شفنا انه بشو نقدر منساعد فلهيك قررنا انه نحنا حنقدم تيكت الطيارة لحسين ولأمه ولبيه تيروحوا على روما كرمال استكمل علاجه. برأيك قديه رح تكون فرحتهم هلأ كبيرة؟ يعني عبالي أعرف انتو ليه قررتي أول شيء تاخدي هيدي العائلة من بعد ما شفتوها على الشاشة عنا؟ هلا نحن من بعد ما شفنا هيدي الحلقه عن هيدي العائله وعن هيدا الولد فنحن قررنا انه كبركات ترافل نحن فينا نساعدهم كتيكت فلهيك قررنا نقدم لهم تيكت على روما تيروح الولد ويكمل العلاج تبعه. حلو كثير. انا بدي اشكرك ساره وبدي اشكر بركات ترافل ورح هلا نفوت العائله ابو شاز ليكونوا يستلموا تيكت الطياره. حيستلمون هلا؟ مزبوط هلا. هيدا هو حسين. حسين عمره 3 سنين. بسام والده لحسين واكيد مثل ما هن مش عارفين اليوم شو جايين نعمل هون. بسام رح خبرك انه تيكت الطياره لإلك ولابنك ولمدامتك مقدمين لكم اياهم بركات ترافل لتكمل علاج ابنك ولتستمر بالحفاظ على هذا الشاب اللي ان شاء الله يا رب حيكون مستقبل حبيبي. ساره التيكت لحضرتك ولحسين وللمدام. فأنا بدي أشكرك سارة بدي أشكر بركات ترافل والقيمين كلهم ببركات ترافل. Thank you. فإذا هيدا هو حسين رح يكمل رح يتابع العلاج إن الله راد ورح يكون أحلى شاب. وأنا عم أقول هلأ على الهواء كمان إنه فيكم تستمروا بالتواصل معنا ببرنامج بلا تشفير على الأرقام اللي عم تمرق بأسفل الشاشة أو على الرقم اللي عم يمرق بأسفل الشاشة لتساعدوا حسين وغير حسين كمان. بس أنا بهمني هلأ حسين وبهمني أكيد أبو عماد وعماد اللي حنشوفهم بعد شوي. الحقيقة شكراً لكم، شكراً لنيو تي في، شكراً للأستاذ تمام وأستاذ إبراهيم حرب على هالمجهود الكبير وشكراً لمكتب بركات. حقيقة أنتوا يعني وقفتوا معنا من البداية للنهاية ومثل ما قلتوا بالأول طلعتكم على كلامكم وما تركتونا ولا لحظة. شكراً كثير لكم، وفيتوا بوعدكم بكل معنى الكلمة.